ملف العمالة الحقيقة أيضا يحتاج إلى أن يكون هناك خطوات جدية في هذه المسألة. أولا بالقضاء على الفساد، لأنه هذا الملف أصبح من الملفات اللي بها فساد. الموضوع يحتاج إلى تنسيق ما بين وزارة العمل وما بين وزارة الداخلية. أما عن التفريق موضوع العمالة، سواء كان هؤلاء من دول الجوار أو نقصد بها العمالة الأجنبية اللي تأتينا من دول مثلا من أندونيسيا أو من النيبال أو من دول أخرى، وهذه موجودة بكثرة. يعني اليوم إحنا في وضع اقتصادي قد يعني نواجه كوارث كبيرة إذا ما استدركنا هذا الموضوع. ابن البلد اليوم أولى بأنه يلاقي فرصة عمل. تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشير إلى أن المسجلين وحصلوا على موافقات بالعمل بالعراق 750,000، هذا عدد العاملين بالشركات النفطية والقطاع النفطي، يعني عمال خدمة، عمال البناء اللي موجودين، عمال الشركات اللي موجودة 750,000، في حين أنا يعني تقديراتي أنه الأمر ربما يصل إلى 1.5 مليون عامل أجنبي موجود بالعراق. هذا حقيقة أثر على فرص الشباب، الفرص المتاحة للشباب العراقي، ولذلك نشوف نسبة البطالة. بتقرير وزارة التخطيط أشارت إلى ارتفاع نسبة البطالة، يعني تقريبا ضعف الأرقام اللي كانت معلنة سابقا. Thank you.